السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، معكم أحمد محمد مجاه صاحب كتاب يوميات أمجد وزينب. إحنا بنتكلمكم دلوقتي من قلب المعرض، معرض القاهرة الدولي للكتابة 2021، تمام، للدورة 52. إحنا متشكرين جدا لكل اللي اشتركوا معانا أولا في مسابقة كلنا نقرأ، والفائزين بالمسابقة وصل لهم الكتاب يا رب، او حاليا بيتم تجميعه في 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 المعرض، بحيث ان لو حد من لم يتمكن من التواجد بالمعرض بنفسه هيوصلوا الكتاب ان شاء الله، زي ما المسابقه حددت وقالت ان شاء الله هيوصل لكم لحد عندكم باذن الله. بنتمنى لكل الفائزين التوفيق، ويا رب يقراوا الكتب ويعرفونا انطباعاتهم الشخصيه. بالنسبه لكتاب يوميات امجد وزينب، هو احد الكتب اللي كانت مشاركه في المسابقه، ومشاركه في معرض الكتاب ده اول مشاركه ليا في معرض القاهره الدولي، وده اول مشاركه ليا في كتاب بيبر في معرض بحجم القاهره، تمام. الكتاب الاول كان وبه نقتدي، وده الكتاب منشور على صفحات الانترنت ومواقع الانترنت، المواقع الكتب متاح PDF لمن يرغب بتحميله، ربنا يجعله في ميزان حسناتنا ان شاء الله. بالنسبة للكتاب وبالنسبة لليوميات أمجد وزينب، هي مجموعة قصصية زي ما أنا قلت. المجموعة القصصية دي هي سبع مجموعات قصصية متصلة، مش منفصلة، سبع مجموعات قصصية متصلة. الأسرة بسيطة جدا، بتتكون من أربع أفراد، ومعاهم بطل القصة أمجد وهو طفل في السادسة من الابتدائي، وزينب في الرابعة في الصف الرابع الابتدائي. إن شاء الله القصة هتعجبكم، فيها فحواها رسائل هادفة جدا وتربوية، سواء للأبناء أو سواء رسائل للآباء وزي يتعاملوا معاهم. يا رب الرسائل دي تعجبكم، سواء من أول القصة أو لآخرها. آخر القصة فيها مفاجأة هتغير المحور القصة كلها. أنا عندي شغف إن أنا أسمع آراءكم وانطباعاتكم، وهنا في المعرض الدنيا جميلة جدا، يا ريت تيجوا تشوفونا وتشرفونا. كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم أحمد محمد مجاهد. بنشكر كل اللي دعمنا وكل اللي كان سبورت لينا في كل الفترة اللي فاتت. نشكر كل الناس اللي شاركت في المسابقة. بشكر أهلي، وبخص بالذكر زوجتي اللي وقفت جنبي، وأهلي اللي وقفوا معايا. كل الشكر، ربنا يجزيكم خير. كل الناس اللي شافت الريفيوهات الخاصة بينا في الانترنت، سواء على اليوتيوب او على الحوار التلفزيوني اللي كان على قناه النيل الاخبار، او على الجرائد الورقيه زي المصري اليوم وجريده الراي، وبعض المشاركات الاخرى على المواقع الالكترونيه، على المنصات الالكترونيه. كل الشكر لكل الناس اللي ساندتنا، كل الشكر اللي قرأوا الكتاب ووصلوا لنا انطباعاتهم، كل الشكر اللي وقفوا معانا في المعرض، كل الشكر، ربنا يخليكم وما يحرمناش منكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.